تركت له رسالة لريكي تشوفه لما يرجع من المدرسة، وأنا رايحة على المطار إلى لبنان. Can I get an iced coffee? عم حذركن على سناب شات وين أنا. عاملين هاشتاج بهالشي، هاشتاج تيارا. هلا سلمى، ثانك يو. وصلنا على الهوتيل، شكلي زبالة بس يلا. اوكي جايز، هلا وصلت على الهوتيل. كالعادة كل ما يكون عندي a new experience بشارككم فيها. فعطوني a deluxe suite. مين أنا؟ مين مفكرة حالي؟ سو حاستكشف الغرفة وأخذكم معي. سو هيك بنفوت لهون. It's so nice. عندي my own kitchen. حلو. وبعدين تنفوت لجوا شوفي غرفة نون. I get my own bathroom. أنا أوف. شو كبير الباثروم، حجم غرفتي. أوكي هلا شفت شغلي قبل ما فرجيكم إياها. شوفوا المنظر من الغرفة. أو ماي جاد، هيدا المنظر اللي حقوعه وشوفه كل يوم. واو، اميزينج اميزينج. بس حابه اقول لكم من هلا انه كل صوري على الانستغرام حيكونوا برا على هيدا البلكون، او سيلفيز هون. او ماي جاد جايز، هلا قالوا لي انه نسيت تليفوني بالتاكسي. اكيد اكيد ليلى بدها تنسى تليفونها بالتاكسي، ما بدي اقول لكم كم مره صايره معي. اه كيوت، شوفوا شو تركوا لي. على فكره الهوتيل اسمه ارجان باي روتانا على الروشة. Oh my god you guys تركوا لي هدية. Oh my god this is so sweet. Thank you أرجان. هذا إجا هلا، هذا كتير 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 بحبه. صباح الخير. خلصت كتير اشياء كان لازم اعملها اليوم. واو اورنج، لحظة. اليوم كله كان ميتينجز و editing للفيديو اللي مفروض ينزل اليوم. هلا عم جهز حالي روح اكل. عندي مشاكلي، فهلا بدنا نروح نلاقي مطعم فيجن. خالتي جاي تاخذني وحنروح ناكل ونشوف شو بنعمل اليوم. اوكي جاهزين لهالمغامرة؟ yeah انا كمان جاهزة للأكل. وين ما نروح الفلوجز بيضلون على الأكل. وهيدي أوتفيت اليوم، كل شي من زفول.com، ححط لكم الرابط تحت. قلت لهم إنه كتير قليل الفرايز من قبل وجابوا لي فرايز تاني. فرايز. جينا على مطعمي. هيدي أنا من 5 سنين. She's so old. So, Gina على ليلى. بس أنا اسمي مش مكتوب هيك. LAILA. Hey guys! Oh my god. شو هالمنظر؟ Sorry كتير عرقانة، بس كنت بالجيم. و honestly ما بعرف كيف حيكون هذا الفلوج، يعني عم صور قد ما فيي وبيكون في أوقات ما بقدر صور، ف حصور لكم قد ما فيي clearly وبحطهم كلهم سوا بفلوج واحد. Anyways هلا بدي فوت اتحمم وداهرين ناكل ونحضر موفي. فرجيكم بعد مرة المنظر. لما يكون الاسكليتر مش ماشي بدكم تطلعوا ماشي. رجعنا على نفس المول اللي كنا فيه امبارح، بس هيدي اطيب فيجي برجر دقتها لهلا. بس we're gonna eat. هلا بفرجيكم الاكل والموفي. صحتين جايز. Thank you. Love you. And Mazen. Hey Mazen.
Enough of this. Oh, but you take it off, so what? I don't. رجعنا لنفس البرجر. New season soon. Joker. Here though. Or don't. Batman. When Rosal. Look at this one. Me. Ah, oh, another one. Your friend. And but another one. That's my number. Is it really? I said, yeah, of course. Cute. Do you have one too? Thank you. Is mine. Cool. Oh, nice. Emoji. Oh, that's so cute. Isn't the reason you made that CD for me? Are you serious? No. Sheena Lahorn. سكر بس لانه هو بده ايس كريم انا بدي ايس كريم. عم نمشي ولقينا هيدا البيت. I think it's a house, right? بيت؟ Yeah. It was closed. كان مسكر. Are you serious? Yeah. Thanks. I couldn't wait for Thank you. Enjoy. Cool. Popcorn. We're just talking. What's the movie? Beauty and the Beast. Hey guys! أنا ما بحضر تلفزيون بس بحطه بس تحس إنه مش وحيدة بالبيت أو لما أكون وحيدة أنا مش لحالي. Anyways, الموفي كان بيعقد. أنا حضرته كطفلة لما كنت صغيرة فإله معنى بحياتي. هلا وصلت على البيت وكتير مش خايفانة بس شوي خايفانة. أنا عندي المقابلة على التلفزيون again بكرة على Future TV. So yeah, موترة الكلمة موترة. مجرب هيك حس إنه لا عادي ليلى كل شيء عادي. كل مرة بدي أعمل هيك شيء بخوف أنا لا لا خلاص بدي أطلع منه وبحس إنه خلاص لا ما بدي أعمله وبدي أفل. بس هلا صرت عم فكر إنه no هيدي شغلة أنا I'm uncomfortable with it. شغلة جديدة علي أكيد حخاف منها بس بدي أفكر إنه أخذ هالتجربة كتجربة بتعلم منها وبصير أحسن من وراها بدل ما أفكر إنه خايفة. فعم جرب أقنع حالي كل مرة بشوف هيك تجربة بقنع حالي لا ما بخاف بقدر أتعلم وكون أحسن وأقوى من وراء هالشغلة. So yeah, قاعدة وحيدة موترة وعم جرب أقنع حالي وكذب على حالي إنه كل شيء تمام. فلسفة مع ليلى. Anyways, أكيد حشوفكم بكرة لما صور التجربة من الصبح رايحة لايف كمان مرة لايف بالعربي. ليش؟ ليش هيك الانترفيوز دايما معي؟ أصعب انترفيوز اللي فيني أعملها هيك تطلعني. أوكي سكتي ليلى بشوفكم بكرة. صباح الخير. بطلت موترة صرت بس كتير كتير نعسانة وبدي اروح وخلص وارجع نام. هيدي الشغلة الوحيدة اللي قادرة افكر فيها. Anyways, this is how I look. Okay, مثل ما حكينا امبارح هيدي بس شغلة حتحسنني صح؟ يلا كلني على I'm so happy انه خلصنا. Thanks guys. Nice interview. Thank you. انقذني انقذني بالعربي انا يا مصري. الحمد لله كانت good. I feel good about it. What are these? Fake. Cool. Yeah. It's okay. I look like Irish. Yeah. True. No Arabic. Remote control. Tanjara. Hot tanjara. Nice. The section for bags, this. All very useful stuff. ورجعنا على الهوتيل. خي بدي أعيش هيك هوتيل لايف. Sweet Life and Zach and Cody كنتوا تحضروا هذا البرنامج. Sweet Life of ليلى and ليلى. يا شو بدي أقول لكم؟ مبسوطة إنه كل شيء كان
كان عادي مش موترة. وعن جد أخذت هيدا الإكسبرينس كتجربة عم باخدها كيف ما هي، يعني ما عم فكر لقدام ولا فكر لورا، يعني عم عيش هاللحظة، you know. That was really cool. Anyways هلا بدي رح أكل وبعدين جيني أهلي يزوروني. زيارات بدي صار عمري. حدا جاب لي هيدا I think gift من الهوتيل. نشوف شو هي. شكلها like a CD. That's so sweet. CDs من روتانا. شو حلو. Thank you روتانا أرجان. شو مهضومين. يا الله I love it. شو زمان ما حدا جاب لي دي. The letter. It was a pleasure having you with us. We hope you enjoyed your stay and wish you a safe flight back home. We sure look forward to your next visit and having the pleasure of you staying at any of the Rotana hotels in Lebanon. Oh, all the CDs from album music. Fina is tamilam in my videos. شو حلو بهالgift. So thoughtful. Thank you. يعني بكفي الغرفة والمنظر اللي بيخليني اجي لهون مرة تانية. بس هيدي letter والهدايا. Thank you. I love it. جينا على هالمحل كتير مهضوم. So cute. وكمان بيقلبوا vegan cake. بعد ما دقته هلا بقلكم إذا طيب ولا لا. Hello. Okay. دقته. كتير طيبة. عم نتمشى ببيروت ونشوف المناظر الحلوة اللي عادة ما بنشوفها. بس هيدي غريب غريب ببيروت لان في هيك اشياء قديمه بعدين في جديد مودرن. اخر نهار بشوف هيدا الفيو هيدا المنظر amazing. كتير حاشتق. واو شوف هيدا الشيء ونام وشوف هيدا الشيء. بس الشغل اللي حاشتق له أكتر شيء هو هيدا التخت. ايه مش مزبط هلا بس كتير مريح. بدي هيك تخت ببيتي. باي روم.